رأيك بالبرنامج؟ كتير مهضوم وهيك لل يعني شبابي وحضرت أنا منه حلقة فحبيت أنه أشارك فيه. مهضومة أمل، لا بقى للبرنامج اليوم صار في أملين، يعني بدنا واحدة ثالثة حتى يفتح كنز. هلا بدنا نكسر الدنيا أملين. أمل، هيك نوع من المسابقات أنتوا الفنانات بتاخدوها على محمل الجد؟ يعني التصويت، أي أغنية بدها تكون بالأولى بالتانية، بتتابعي هالأمور ولا ما بهمك؟ هلا أنا ما كتير بحس إنه حقيقية، بس إنه يعني ما فيني يحطوا غنية بالمرة مش ما حدا سامع فيها يحطوها توب وان، أكيد بتبين. خبرينا، الألبوم له فترة بالأسواق، بعدك عم تسمعي أنه أصداء حلوة، شو خبرينا؟ الحمد لله. كمان أنا ما تنسى أني أنا صورت غنية واحدة من الألبوم وغبت لأنه انشغلت وهيك، إن شاء الله هلأ بدي تابع حصور غنيتين مع بعض بإذن الله، يعني قبل رأس السنة بكونوا نازلين. بدي صور دق المي وغنية تانية قلبي نداك. مع مين؟ سليم الترك. هلا بصراحه كان عندي التوصيل انا جمعة الماضي بس الدكتور مناني لانه انا حامل هلا فلازم انطر شي شهر تقدر صور. يعني بنعرف يعني هلا اكدتي لنا الخبر اللي كان عم يتداول بالصحافه، امل حجازي حامل. شو حابه امل يكون اول مولود؟ شو حابه تكون؟ شو ما كان، يعني اول ولد، صبي حلو، بنت حلو، انه بس الخلقه تامه يكون. مين عم تتدللي هلا زياده بالعائله؟ يعني غير انك نجمه العائله، هلا انت عروسه العائله وفي بباع على الطريق. عم بتدلع، بس انا ما كتير يعني من النوع اللي يعني بزيد الاشياء، يعني انه بعدني عايشه طبيعي، بس انه اكيد اهلي عم بدللوني وجوزي اكيد.